أهلا بكم. في هذا العرض سوف أقوم بحل مجموعة من الأمثلة في أخذ المشتقة العكسية أو التكامل غير المحدود للمعادلات كثيرة الحدود، وأتمنى أن أوضح لكم ذلك، إنه شيء بسيط جدا. إذن دعونا نبدأ. إذا أردت أخذ التكامل غير المحدود يمكنك البحث عن طريق الإنترنت عن التكامل، سوف ترى هذا الشيء مرسوما بالطريقة الصحيحة. أوجد التكامل غير المحدود، دعوني أكتب تعبير كبير، دعوني أقول أريد أخذ التكامل غير المحدود لـ3x للقوة ناقص 5 ناقص 7x تكعيب زائد 3 ناقص x للقوة 9. ربما قد ارتبكتم قليلا من هذا الشيء. حسنا، إذا رأيتم العرض السابق أو إذا فهمتم العرض سوف تدركون أن التكامل غير المحدود يبدو كرياضيات خيالي. إنه ليس خيالي، أو على الأقل إنه ليس معقداً أو صعباً في حله، وكل ما عليكم إدراكه الآن هو أنه إذا أخذنا المشتقة لكثير حدود إنها تساوي مجموع مشتقات كل حد، إنها بنفس الطريقة المشتقة العكسية لهذا التعبير الداخلي هي فقط مجموع المشتقات العكسية لكل حد من هذه الحدود. إذن يمكننا فقط أخذ المشتقة العكسية لكل حد والحصول على الجواب. إذن ماذا يساوي هذا؟ في هذه الحالة 3x للقوة ناقص 5. إذن نأخذ القوة ونضيف 1 إلى القوة، إذن نحصل على x للقوة ناقص 4، ومن ثم نضرب المعامل بواحد مقسوما على القوة الجديدة. إذن واحد مقسوما على القوة الجديدة هو ناقص واحد تقسيم أربعة. إذن ثلاثة ضرب ناقص واحد تقسيم أربعة تساوي ناقص ثلاثة تقسيم أربعة. لنرى هنا لدينا x للقوة ثلاثة. إذن بدلاً من x للقوة 3 دعونا نزيدها بمقدار عدد 1، إذن حصلنا على x للقوة 4، ومن ثم نضرب المعامل. كما تعلمون يمكنكم الاحتفاظ بالسالب والقول فقط بأن المعامل هو 7، أو تقول بأن المعامل هو سالب 7. نحن نضرب المعامل بواحد مقسوماً على القوة الجديدة، إذن القوة الجديدة هي 4، إذن 1 تقسيم 4 ضرب سالب 7 تساوي سالب 7 تقسيم 4. هذا ممتع. لدينا فقط 3. حسنا، كيف سنطبق هذا؟ أليست 3 هي نفسها 3 ضرب x للقوة 0؟ أليس كذلك؟ لأن x للقوة 0 هي 1، وهذه الطريقة التي يجب أن تراها بها، وهو يبين لك أن هذه القاعدة متسقة للغاية. إذن ما هي المشتقة العكسية لـ3؟ حسناً، إذا كتبنا الثلاثة على شكل x للقوة 0 نزيد القوة بمقدار 1، إذن سوف نحصل على x للقوة 1، أليس كذلك؟ و x للقوة 1 هي x، لذا سوف أعبر عنها بx. ثم نقوم بضرب المعامل القديم، هذه الثلاثة، أو أنكم تعرفون معامل المشتقة، ونضرب هذا بواحد مقسوماً على القوة الجديدة. القوة هي 1، إذن مقلوبها هو 1 على 1، إذن سوف تبقى 3، أليس كذلك؟ قمنا بضرب 3 بواحد تقسيم 1 والتي تبقى 3. وأخيراً لدينا x للقوة 9.
أعتقد أنكم أصبحتم متمكنين من هذا. نزيد القوة بمقدار 1 لتصبح إكس للقوة 10، ومن ثم نضرب المعامل الحالي. المعامل الحالي هو سالب 1، نحن لم نكتب 1 هنا. نضرب المعامل الحالي سالب 1 ضرب 1 مقسوما على القوة الجديدة، إذن ناقص 1 تقسيم 10. لقد انتهينا. ليس من الصعب إيجاد المشتقة العكسية، عفوا أنا دائما أنسى، زائد سي، أليس كذلك؟ لأنه عندما تأخذ المشتقة لأي ثابت تصبح صفر، لذلك يجب أن تختفي هنا. إذن زائد سي الذي يعد أي ثابت، ربما يكون 10 أو مليون، ومن الممكن أن يكون سالب تريليون، إنه أي ثابت. ولنتقن أكثر هذه النقطة، دعونا نأخذ المشتقة لهذا وتأكد من الحصول على هذا التعبير. وأتمنى أن تكون هذه طريقة ثانية لتتعلموها. وكما تعلمون عندما تقومون بحل المسائل في كتبكم المدرسية لأنكم تحبون الرياضيات أكثر في حل المسائل، هذا ما أفعله. أنا أقوم بهذا حتى عندما لا أسجل فيديو لأجل المتعة فقط. إذن دعونا نأخذ المشتقة لهذا، سالب 4 ضرب هذا المعامل، سالب 4 ضرب ناقص 3 تقسيم 4 تساوي 3x، ثم نقوم بطرح 1 من هذه القوة سالب 5، ثم سالب 7 تقسيم 4 ضرب 4 يساوي سالب 7x. نطرح 1 من هذه القوة لتصبح إكس تكعيب، ثم زائد مشتقة 3x. حسناً، مشتقة 3x هي 3، يمكنكم كتابتها بشكل 3x للقوة 1. حسناً، 1 ضرب 3 تساوي 3 ضرب إكس للقوة 0، أليس كذلك؟ ثم 10 ضرب ناقص 1 تقسيم 10 تساوي سالب 1، إكس للقوة 10 ناقص 1 تساوي إكس للقوة 9، زائد ما هي مشتقة أي ثابت؟ حسناً، إنها 0. يمكنكم أيضاً كتابة هذا الثابت بشكل أي عدد مضروب بإكس للقوة 0. وإذا قمتم بأخذ المشتقة سوف نقوم بضرب 0 ضرب سي ونحصل على 0. حسناً، يمكننا الحصول على سالب 1 حسب الطريقة التي حللتم بها. حصلنا على 0 هنا، وإذا قمنا بتبسيط هذا، هذا يساوي 3x للقوة ناقص 5 ناقص 7x تكعيب زائد 3 ناقص x للقوة 9. أعتقد لدينا وقت كافي لأخذ مسألة أخرى كهذه. هذا أحد الأشياء المباشرة التي تتعلمونها في الرياضيات. وفي العروض المقبلة سوف أعطيكم تصوراً أكثر عن أهمية المشتقة العكسية. نحن نتعلم التكامل غير المحدود، ولكن يمكننا أن نتعلم استخدام التكامل المحدود الذي سوف نتعلمه في العروض الممزوجة لمعرفة أشياء كالمساحة تحت المنحنى أو حجوم المنحنيات الدورانية. حسناً، دعونا نأخذ مسألة أخرى. إذن تكامل ناقص 1 تقسيم 2 إكس للقوة ناقص 3 زائد 7X للقوة 5 DX. دعونا نبدأ بهذا الحد من كثير الحدود الذي لدينا. نزيد القوة بمقدار 1 لتصبح الآن إكس للقوة ناقص 2، لأننا أضفنا 1 إلى سالب 3، ثم نقوم بضرب 1 مقسوما على هذه القوة الجديدة بالمعامل القديم.
سوف أقوم بكتابة جميع الخطوات. المعامل القديم هو سالب 1 تقسيم 2، أليس كذلك؟ إذن هذه سالب 2، سالب 2 ضرب سالب 1 تقسيم 2، دعوني أقوم بتغيير اللون، زائد نزيد القوة بمقدار 1 لتصبح إكس للقوة 6، ثم نقوم بضرب المعامل القديم بواحد مقسوما على القوة الجديدة، إذن ضرب 1 تقسيم 6، ما هو الجواب؟ ماذا تساوي ناقص 1 تقسيم 2 ضرب ناقص 1 تقسيم 2؟ إنها تساوي 1 تقسيم 4 إكس للقوة ناقص 2، وبالطبع زائد سي، هذا مصدر نقصان النقاط في امتحان الرياضيات. واحد تقسيم 4 إكس للقوة ناقص 2 زائد 7 تقسيم 6 إكس للقوة 6 زائد سي، هذا هو. وإذا أردتم أخذ المشتقة، سالب 2 ضرب 1 تقسيم 4 يساوي سالب 2 تقسيم 4، وهو سالب 1 تقسيم 2 ضرب إكس للقوة ناقص 3، ثم 6 ضرب 7 تقسيم 6 تساوي 7x، ثم نطرح من القوة 1 x للقوة 5، ومشتقة الثابت هي 0، وهكذا نحصل على التعبير الأصلي. أتمنى أن تكون هذه النقطة مريحة بالنسبة لكم. أخذ المشتقة لكثير الحدود، ومن ثم من كثير الحدود المعطى يمكنكم أخذ المشتقة العكسية بالطريقة المعاكسة، ولا تنسى أبداً أن تضع زائد سي. أتمنى أن تكونوا قد فهمتم لماذا علينا أن نضع الثابت، لأنكم عندما تأخذون المشتقة العكسية، لأنكم لا تعلمون الشيء الأصلي الذي تأخذون المشتقة له. أنا أخمن أن يكون ثابت هنا لأن مشتقة الثابت هي 0. أتمنى ألا أكون قد أربكتكم. أراكم في العرض المقبل، وسوف أوضح لكم كيف تعكسون قاعدة السلسلة. أراكم قريباً.